بعد افتتاح مشاريع خدمية وصحية ومصانع معطلة وتفعيل ملفات مهمة، السوداني ينهي زيارته للبصرة ويعود لبغداد. في نيوية تأسيسه البرلمان يحتفل بحضور شخصيات نيابية وسياسية وتأكيد على حسم منصب الرئيس. النزاهة تكشف النقابة عن تقريرها السنوي للعام الماضي وتعلن تفاعلها مع خطط الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد. مع قرب شهر رمضان المبارك، الداخلية تطلق حملة لمراقبة الأسعار والتجارة تتوعد المتلاعبين. عاد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قال في بيان إن السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارة إلى محافظة البصرة استمرت يومين، تضمنت افتتاح مصنع الدرفة للحديد في الشركة العامة للحديد والصلب، وافتتاح مصنع صمد اليوريا ومصنع صمد الداب، ولقاء محافظ البصرة ونائبيه ورئيس أعضاء مجلس المحافظة، وترأس طبعا اجتماعا خاصا بمشروع تحلية مياه البحر بالبصرة. طبعا هذا المشروع يعد الأكبر في العالم. والتقى أيضا ممثلي فئات مختلفة من المتظاهرين في المحافظة. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بتأسيس مركز لتدريب وتأهيل الشباب وتطوير أيضا مهاراتهم وتيسير التحاقهم بالعمل في القطاعات النفطية بمختلف الاختصاصات. وقال السوداني خلال ترأسه اجتماعا في قضاء المدينة في البصرة إن هذه الزيارة تأتي ضمن منهج الحكومة في الوصول لأبعد الأقضية والنواحي وتقديم الخدمات أسوة بمراكز المدن الكبيرة والاطلاع على جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه سكانها والأجهزة الخدمية فيها. اليوم في هذا الاجتماع أعلننا عن تخصيص مبلغ 166 مليار دينار لإنشاء مدينة طبية في ناحية الشهيد عز الدين سليم. هذه المدينة الطبية تضم مستشفى 100 سرير وكذلك مركز لمعالجة الأورام ومركز لغسل الكلى ومركز الثلاسيميا، إضافة إلى 3 مراكز صحية للرعاية الأولية، مركز صحي نموذجي. هذه تنفذ على مستوى الوحدات الإدارية لقضاء المدينة والوحدات الإدارية الملحقة بها. هذا التخصيص خارج تخصيصات المحافظة من التخصيصات الاتحادية والموجهة للخدمات. طبعا صباحا وضعنا حجر الأساس للمرحلة الثالثة من الخدمات المتكاملة في قضاء المدينة الذي يخصص له من المحافظة ضمن تخصيصاتها. هناك أيضا مشروع مهم وجهنا بإجراء الدراسات من قبل الاستشاري إحدى الشركات الصينية بالتنسيق مع المحافظة لإنشاء طريق يربط المدينة قضاء المدينة مع طريق بصرة بغداد. هذا واحد من المشاريع المهمة اللي يحتاجها المواطن. الجولة التي أجراها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى قضاء المدينة في محافظة البصرة أسفرت عن افتتاح عدد من المشاريع الخدمية التي نالت استحسان المراقبين وأيضا المواطنين. المزيد في تقرير مصطفى الأسدي. لليوم الثاني على التوالي يستمر رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بجولاته في البصرة، وهو يفتتح عددا من المشاريع المهمة في مركز المدينة وأقضيتها. وضع السوداني خلال جولته في قضاء المدينة شمال البصرة حجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتية للقضاء،
والذي يتضمن أعمال شبكات الصرف الصحي ومياه الأبطار ومد أنابيب مياه الشرب وإنشاء الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة. طبعا بلا أدنى شك إنها زيارة مهمة للسيد السوداني إلى محافظة البصرة، وهذا لم يأتي من فراغ، إنما يأتي من أهمية البصرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فالبصرة هي رئة العراق، بوابة العراق الاقتصادية ومفتاحه إلى العالم الخارجي، وكل البصريين يأملون من هذه الزيارة كل خير، لأن البصرة تحتاج إلى الكثير في ظل حملة الإعمار والبناء التي تشهدها منذ سنوات. لم تقتصر زيارة السوداني إلى البصرة على افتتاح المشاريع، بل كانت له اجتماعات موسعة مع المعنيين، شملت أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الوحدات الإدارية، وذلك لمناقشة أهم المشاريع المستقبلية، سيما مشروع تحلية مياه البحر ومشاريع الصحة والزراعة. زيارة مثمرة، ربما تعتبر أهم الزيارات المثمرة لرؤساء الوزراء، هي زيارة رئيس الوزراء محمد الشيخ السوداني لمحافظة البصرة. على مدى يومين افتتح عدة مشاريع، الأهم من هذا وهي زيارة شمال البصرة وقضاء المدينة. هذا القضاء الذي يعاني الكثير، يعاني من المشاريع المتلكئة، الآن أطلق حزمة من المشاريع، ربما مشاريع بنى تحتية، أطلاق المرحلة الثالثة لهذا المشروع. أهالي المدينة وأهالي شمال البصرة يجب أن يثمنوا هذا الدور اللي أفضل بقعة نفطية وأكبر بقعة نفطية في العالم هي في شمال البصرة، هذه يجب أن تعطى ويجب أن يعطى أيضا للاستثمار، ويجب أن أيضا استثمار الموارد. أكيد زيادة حكومة الاتحادية للبصرة ووصولها إلى أبعد الأقضية والنواحي، هذا فشي دليل على أنه خطة البناء وخطة الإعمار هي خطة حقيقية ومبنية على أسس حقيقية. اليوم افتتاح المشاريع في البصرة وضع حجر أساس لها، والمدينة الطبية اللي أهم شيء اللي هي خارج الموازنة وتم إضافة إلى 166 مليار، هي هذا بحد ذاته نجاح يعتبر للحكومة. الزيارة التي وصفها مراقبون أنها الأهم في البصرة كانت تحمل رعاية خاصة من الحكومة للمدينة وأهلها. من البصرة، مصطفى الأسدي، الفرات. احتفل مجلس النواب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي في العراق، وشهد الحفل حضورا نيابيا وسياسيا كبيرا استذكر خلاله دور السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب بصلاحياته ومهامه الدستورية التشريعية والرقابية والتمثيلية، وما تحتم التزاما دائما بثنائية المسؤولية والفخر. خلال كلمته في الحفل، دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي إلى ضرورة تضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون. السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب العراقي بصلاحياته ومهامه الدستورية التشريعية والرقابية والتمثيلية تجعلنا أمام التزام دائم بثنائية المسؤولية والفخر، فمن جهة أولى إن المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب، وهذا يحتم علينا كسلطة تشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه، ومن جهة أخرى نفخر بكوننا السلطة المنتخبة من الشعب والمسؤول عن تأدية أمانة. إن احتفالنا بهذه المناسبة يرسخ الدور المحوري للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى ومسؤولياتها،
في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون. دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الكتل السياسية إلى الإسراع بحسم منصب رئيس البرلمان والاتفاق على شخصية محددة بعيدا عن السجال والجدال من أجل السعي لتمرير القوانين. من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها مجلس الاتحاد. وبهذه المناسبة أدعو القوى السياسية ومجلسكم الموقر إلى الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين. من جانبه قال وزير التخطيط نائب رئيس الوزراء محمد علي تميم إن الحكومة مستعدة لمد جسور الترابط مع البرلمان من أجل تقويم عملها وتحقيق الإنجازات. وقد تحققت نسب إنجاز مهمة في تلك المشاريع التي نريد من خلالها النهوض بمستوى الخدمات وتحسين مستوى حياة المواطنين العراقيين الذي أبلوا بلاء حسنا في التصويت على دستورنا الدائم والمشاركة في الانتخابات التي شهدها العراق خلال العقدين الأخيرين، يحدوهم أمل في أن يتعاون مجلس النواب والحكومة في تغيير واقع حياتهم في جميع المجالات. الحضور الكريم، إننا إذ نهنئكم بحلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس أول مجلس نيابي في العراق، فإننا نؤكد أن الحكومة مستعدة لبناء المزيد من جسور التعاون والتوافق مع مجلس النواب الموقر، مؤمنين بأهمية دور السلطة التشريعية تشريعاً ورقابة من أجل تقويم وتقييم عمل الحكومة بما يؤدي إلى تعزيز هذا العمل. ومع الذكرى المئوية لتأسيس المجلس النيابي ينتظر الشارع بصبر تمرير عدة قوانين مهمة وسط مطالبات بالإسراع لحسم منصب رئيس البرلمان الذي عطل غيابه تمرير العديد من القوانين. صباح حكيم لديه التفاصيل. في الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي توجه الدعوات الشعبية لأعضاء السلطة التشريعية ولقادة الكتل السياسية للإسراع بإنهاء ملف رئيس مجلس النواب بتقديم المرشحين المقبولين للتصويت عليهم داخل المجلس والمضي باستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن. تأخر تشريع القوانين بعدم انتخاب رئيس مجلس نواب جديد، هذا حقيقة الأمر هذا يعطل تشريع القوانين مما يؤخر كل الأشياء الإيجابية التي تفيد الشعب العراقي، تفيد المجتمع العراقي. على مجلس النواب، على من يعنيهم الأمر، الإسراع بتسمية رئيس مجلس نواب جديد حتى تمضي القوانين وتمضي مسيرة مجلس النواب. يعتبر العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور متطور وديمقراطي من حيث المبادئ والتأسيس وضمان الحقوق والحريات، وهنا تقع على عاتق أعضاء المجلس النيابي الحالي مهام كبيرة للعمل على تشريع القوانين الهامة والتي عطلت منذ سنوات ورحلت من دورات سابقة إلى الدورات التي تليها. وقد يكون ملف رئيس مجلس النواب أحد العقد أمام تشريع قوانين هامة أو مؤجلة وينتظرها العراقيون. كثير من القوانين، كثير من التي يجب أن تشرع لكلمة التشريعات المهمة للشعب العراقي القادم من المشاريع كما تفضلتم، الموازنة يجب هناك بعض التعديلات، هذه كلها بوجود رئيس مجلس نواب منتخب فاعل موجود يستطيع أن يمضي، لأننا في القرار في المجالس السياسية نقول أن الطيف العراقي بأكمله موجود في مجلس النواب. التأكيد الأخير لرئيس المحكمة الاتحادية حول انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم توقفه على حسم الدعوة المقامة أمام المحكمة وإمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، يفند الأحاديث السابقة التي أشارت لضرورة معرفة قرار المحكمة قبل عقد جلسة تصويت أخرى على مرشحين جدد. صباح حكيم، الفرات.
بحث محافظ النجف الأشرف يوسف مكي جناوي مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التعاون المشترك في تعزيز أمن المحافظة. وذكر بيان لمكتبه أن جناوي التقى الشمري بمقر الوزارة لبحث التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الداخلية في تعزيز أمن المحافظة، خاصة في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية. كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الأمن في المحافظة واستقرارها في جميع المفاصل وخلق بيئة جديدة للإعمار والاستثمار. أعلن رئيس مجلس محافظة باب الأسعد المسلماوي تشكيل 11 لجنة من أصل 16 في مجلس المحافظة. وقال المسلماوي في مرصد سابق أنه بعد المفاوضات والتفاهمات مع الكتل السياسية تم تشكيل اللجان ومنح صلاحيات واسعة لرؤساء اللجان لكسر الروتين. حقيقة بعد المفاوضات والمفاهمات مع الكتل تم تشكيل لجان 11 لجنة لحد الآن من أصل 16 لجنة. تم اختيار الإخوان في أعضاء مجلس المحافظة حسب الاختصاص حتى يقومون بدورهم الرقابي والتشريعي. أعطينا صلاحيات واسعة لرؤساء اللجان حتى نكسر الروتين. اليوم مجلس محافظة بابل عازمين على أن ينهضوا في بابل، لأنه بابل الكل يعرف، كل العراقيين يعرفون بأن بابل متأخرة من ناحية الخدمات. عازمين كمجلس محافظة بابل للنهوض بهذه المحافظة التي تعتبر هي تاريخ العراق وبوابة العالم. إن شاء الله تم اختيار 11 لجنة وباقي 5 لجان إن شاء الله في هذه الجلسة سيتم التصويت عليه إن شاء الله. أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي إطلاق 2500 درجة وظيفية لتربية المحافظة خلال الأيام المقبلة. وقال الإبراهيمي في بيان إن المحافظة حريصة على توفير فرص العمل للشباب وحريصة على تدعيم القطاع التربوي في المحافظة. وأضاف البيان أنه تم الإعلان عن 2500 درجة وظيفية لتربية ذي قار ستنطلق خلال الأيام المقبلة. أعلنت هيئة النزاهة تقريرها السنوي لعام 2023، وأشار التقرير إلى أن الهيئة نظرت خلال العام الماضي لأكثر من 60,000 إخبارا وقضية جزائية، مشيرا إلى أن عدد المتهمين بلغ أكثر من 14 متهما وجهت إليهم 18,868 تهمة، بينهم 55 وزيرا ومن بدرجته وجهت إليهم 81 تهمة و350 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين. رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال المؤتمر قال إن الهيئة تفاعلت مع خطط الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن دعم مجلس القضاء الأعلى للهيئة مكنها من اتخاذ خطوات جريئة في مجال التحري عن الفساد. تفاعلت إيجابيا مع خطط الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد الواردة في منهاجها الوزاري وبرنامجها الحكومي، والذي تميز بوضع مكافحة الفساد أولوية الأولويات، واعتبرت ذلك متغيرا جذريا وتطورا إيجابيا ومنطلقا جديدا كانت السياسة العامة للدولة تفتقر إليه فيما سبق من سنوات، متخذة من دعم مجلس القضاء الأعلى قوة مكنتها من اتخاذ خطوات جريئة في مجال التحري عن الفساد والتحقيق بجرائمه المرتكبة تحت إشراف السادة قضاة التحقيق، ومن ثم إصدار المحاكم للأحكام الراجعة بحق مرتكبيه. يليها فعالية جهاز الادعاء العام
في إنجاز ملفات استرداد الأموال والمتهمين. تواصل هيئة النزاهة حملاتها في ملاحقة المتورطين وسط إشادات بجدية الحكومة بالتعامل مع هذا الملف الذي يشهد في ملف استرجاع الأموال المهربة خارج العراق تقدما ملحوظا. التفاصيل في تقرير حسين ياسين. إجراءات استثنائية مهمة حققتها مؤخرا هيئة النزاهة تمثلت بالكشف عن العديد من قضايا الفساد الشائكة وإلقاء القبض على متورطين بجرائم مالية كالاختلاس والتزوير وهدر المال العام، وهو تطور وصفه مراقبون بالإيجابي وانعكاس لجدية الحكومة في محاربة هذا الخطر الذي نخر جسد الدولة طيلة السنوات الماضية. استطاعت هيئة النزاهة من خلال متابعتها ومن خلال كشفها إصدار أوامر قبض بحق كثير من الفاسدين، إبعاد كثير من الفاسدين، القبض على بعض الفاسدين وإحالتهم إلى التحقيق. أعتقد أنه نشاطاتها جيدة لكن بحاجة إلى توسيع أكثر، بحاجة إلى أن تكون تشمل ملفات أكبر. أما على صعيد استقدام المطلوبين من الخارج ووضع الإشارات الحمراء على مسؤولين كبار إضافة إلى ملف استرداد الأموال المهربة، فإن المتتبع لتلك الإجراءات يشخص الوصول إلى مراحل متقدمة وسط دعوات لتعزيزها بقوانين داعمة للحكومة كي تمكنها من حسم تلك الملفات. لابد من أن يتوفر هنالك إرادة سياسية من أجل أن يكون الغطاء السياسي لبعض الفاسدين هو مكشوف بشكل كامل، لتتمكن الحكومة السيد السوداني وهيئة النزاهة والقضاء وبقية الكتل السياسية المؤمنة ببناء دولة المؤسسات من المضي بإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة وإعادة الفاسدين والمتهمين الذين هم خارج البلاد. وفي مستجدات الحرب على الفساد أيضا تمكنت النزاهة مؤخرا من استرداد ما يزيد عن 1.5 مليون دولار ونحو 1 مليار دينار عراقي، إضافة إلى مسكوكات ذهبية بعمليات نوعية تكللت بالنجاح. وعلى الرغم من إحراز الحكومة ومؤسساتها المعنية تقدما مهما في الحرب على الفساد، إلا أن هذا التوجه ما يزال بحاجة إلى تضافر جميع الجهود للقضاء على هذه الآفة. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أعلنت وزارة الداخلية عن انخفاض في مستوى الجريمة بعد تكثيف جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون. مراقبون أكدوا الجهد الاستخباراتي على أعلى مستوياته في محاربة داعش والعصابات الإرهابية. المزيد في تقرير أحمد الزيدي. انخفاض كبير بمعدلات الجريمة الجنائية والمنظمة هي الإحصائيات التي تؤكدها وزارة الداخلية بعد التطور الملحوظ بأداء أجهزتها الأمنية. السرعة بإيقاف الجرائم المختلفة وضبط المطلوبين هما يميز الأداء الأمني مؤخرا، فضلا عن الجهد الاستخباري المتطور بتتبع العصابات وتفكيك الشبكات الإجرامية. وزارة الداخلية بذلت جهد استثنائي في عموم محاور مكافحة الجريمة، سواء الإجراءات الخاصة بمنع وقوع الجريمة أو الإجراءات أثناء الجريمة. بالتالي كل هذه الجهود وما صبت من جهود أدت إلى انخفاض نسبة الجريمة لأكثر من 15%، أي ما يقارب 20 تقريبا، ولا زالت الإحصائية مستمرة. هذا بفعل الجهد الاستخباري المعلوماتي، الدوريات المنتشرة، إضافة إلى عمل مراكز الشرطة، متابعة معالي وزير الداخلية. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، فإن الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمختلف صنوفها تبذل جهودا متميزة بمطاردة فلول العصابات التكفيرية ومنع عودة هذه العصابات إلى ممارسة اعتداءاتهم على المواطنين
وما انعكس على استقرار الوضع العام في البلاد. جهد الاستخبار والمخابرات العراقي والأمني على أعلى درجاته في محاربة داعش، وداعش اليوم متقوقعة لمجموعة هنا من 4 أو 5 أفراد ومجموعة هناك، وبالتالي لا تستطيع التحرك لا ليل ولا نهار، تحاول أن تستثمر بعض الأخطاء اللوجستية أو بعض الأخطاء يعني الاستراتيجية من أجل ضرب هذه النقطة أو تلك النقطة، لكن داعش كتنظيم، داعش كقوة يعني إرهابية كبيرة تستطيع أن تعود بقوة إلى الشارع، هذا مستحيل. فيما يوفر التطور الكبير بأداء الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب والتطرف وعصابات الجريمة المنظمة أجواء مستقرة تنعكس بالإيجاب على دعم عمليات النمو الاقتصادي والعمراني وتشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. على الأبواب يعود شهر الله الفضيل، شهر رمضان المبارك، ليجدد الطاعة الإيمانية للمسلمين الذين يستعدون لإحيائه بالصوم والصلاة والعبادات. ومع قرب حلول الشهر الفضيل تتهيأ العائلات العراقية بتحضيرات اعتادوا عليها كل عام، ابتدأت بقص الأسواق للتبضع لموائد الإفطار ونشر الزينة الرمضانية بين الأزقة وشوارع المدينة، إذنا بشهر فضله الله تعالى بشهر فضله الله تعالى وجعله وسيلة لاستجابة الدعاء وعامرا بطقوس عبادية كثيرة. تطلق وزارة الداخلية حملة في بغداد والمحافظات لمراقبة أسعار المواد خلال شهر رمضان الفضيل. وقال مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي في تصريح صحفي إن الحملة ستستمر لحين تحقيق هدفها في تطبيق الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء، كاشفا عن أن إدخال الماشية إلى البلاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة اشترط حصولها على شهادة صحية تؤيد صلاحية استهلاكها البشرية. توعد وزير التجارة أثير داود الإغريري المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وقالت الوزارة في بيان إن الوزير بحث خلال زيارة رسمية لمحافظة نينوى مع المحافظ عبد القادر الدخيل استعدادات الموسم التسويقي للعام الحالي، وبين الوزير أن الوزارة ستفتتح عدة مراكز تسوق بالإضافة إلى تسيير مئات الشاحنات لتوفير احتياجات العوائل ذات الدخل المحدود من تلك المواد، بالإضافة إلى مواد اللحوم والدجاج والبيض وذات الجودة العالية وبأسعار منافسة. وأوضح الوزير أن تلك الإجراءات سترافقها حملات رقابية مشددة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بغلاء الأسعار. ختام المرصد الخبري، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.